أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية مصر، مشيرا إلى أن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط راسخ تمليه رابطة الدم مع شعب فلسطين الأبي واعتبرته الأمن القومي. خلال كلمته بمجلس النواب أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن موقف رئيس السيسي تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وأن إعلانه عدم ما تخلي مصر عن الأشقاء في فلسطين والمحافظة على مقدراتهم ما هو إلا تجسيد لما يدور بخلد وضمير كل مواطن مصري. موقف سيادته الحاسم تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان فخامته عدم تخلي مصر عن الأشقاء في فلسطين والمحافظة على أرضهم ومقدراتهم ما هو إلا تجسيد لما يدور بخلد وضمير كل مواطن مصري وكاشف بما لا يدع مجانا للشك عن مدى الحكمة والرصانة التي يتمتع بها فخامته في التعامل مع الموقف سيما في ظل بعض الأفعال التي تصدر من بعض الأطراف بغية إقحام مصر أو جرها نحو تنفيذ مخططات لم ولن تنزلق نحوها الدولة المصرية.